الجزائر ببطولة افريقيا 2019، شايف بالنسبة لمنتخب مصر من الافضل ان يتولى تدريبه مدير فني وطني ام اجنبي؟ بص يعني ده السؤال برضو قديم قوي، معلش يعني يعني مش هقول لك بعد كل اخفاق لازم نسأل السؤال ده. انت عارف مش معقول حاجه اسمها مدرب وطني او مدرب اجنبي، في حاجه اسمها مدرب جيد ومدرب مش جيد. بالظبط. ومواصفات المدرب الجيد يعني ممكن تشوفها في المدربين كانوا موجودين في كاس الامم، حتى مش هروح بعيد يعني، وكلهم، وعايز اقول لك ان كل المدربين العظماء اللي حفظتهم افريقيا ابتدوا صغيرين جدا في القاره، منهم كلود دروا، منهم برونو ميتسو، منهم ايرفي رينار، منهم اليو سيسي. وبالمناسبه بقى جمال بالماضي واليو سيسي، انا عايز اشوف بس الناس عشان بتتكلم دايما على السي في، شوفوا السي في بتاعهم شكله ايه؟ ايه هي المنتخبات العالميه او الانديه العالميه او الكبيره اللي دربوها؟ جمال بالماضي درب منتخب قطر مره، لكن واتدرب بعد كده او مشهور بعد كده، انما خبراته منين؟ عشان بس احنا دايما لما انديتنا بتدور او اتحادنا بيدور على مدرب، اول حاجه بتتبع له من الوكلاء السي في، وده مش صحيح، لان المدرب شخصيه وقياده وخبرات. الخبرات دي ممكن تكون من تجارب مع انديه اجنبيه، يعني اليو سيسي وجمال بالماضي تجاربهم كلاعبين هي مصدر خبرتهم في التدريب. بالظبط. لازم ناخد بالنا بس من الحاجات دي، عشان لان المدرب بقى اللي عنده شخصيه، اللي عنده الكاريزما، اللي بيحب لعيبته، اللي قادر يسيطر على لعيبته، هو ده اللي مطلوب من المنتخب بتاعنا. اكيد. مش عايزين مدرب لاعب يمشيه او اتحاد يمشيه، او عايزين مدرب عنده شخصيه. اجنبي ولا مصري ما لا يعني، انا عايز مدرب يخلي منتخب مصر يلعب كره جديده، لان احنا لسه بنلعب كره قديمه. كلام مهم جدا من حضرتك يا استاذ حسن، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا التوضيح. طبعا كنا بنتكلم قبل مداخلة